بعض الأنشطة المؤلفات مثلاً. أخوكم ضعيف وجهد المنقل بعض الكتيبات وبعض الأمال الخفيفة. نعم. من بينها قطف الثمر الصديق حسن خان رحمه الله في عقيدة أهل الأثر، في كتيب في صلاة الاستخارة، في كتب الرواية، في مجموعة محاضرات كانت طبعت مجموعة في التمسك يعني بالسنة، و يعني بعض البحوث المتفرقة في النوازل المعاصرة ما يتعلق بالاعتصامات وما يتعلق بظاهرة التكفير والوسطية ولوازمها والأمن وأثره وأمثال هذه القضايا التي جدت وتحتاج إلى تفسير الناس في دينهم وموقف الإسلام في كثير من هذه القضايا، وبحوث متفرقة يعني أكاديمية كما يقال. ما شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع ويرضى ويتقبل منا جميعا. آمين.